سلام. القاهرة استضافت الاجتماع العاشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. الاتحاد ده بيضم الرقباء الماليين زي هيئة الرقابة المالية في مصر وغيرها في 15 دولة زي ما بيقولوا من المحيط إلى الخليج. بنجتمع يوم في السنة عشان يبقى اجتماع كفء ومنضيعش وقت. بنناقش حاجات كتير بتهمنا في هذا المجال. الأول دولنا العربية كلها تصنف كأسواق ناشئة. أسواق ناشئة يعني بالخلاف المتقدمة فمشاكلنا تقريبا واحدة. بنتكلمنا في كذا موضوع، أولا تأثير انخفاض سعر البترول، التباطؤ الاقتصادي اللي بيحصل في الصين اللي نتج عنه عجز في موازنات كثير من الدول العربية حتى الدول الخليجية. العجز ده أدى إلى الحكومات بتخش تقترض، أدى إلى أسعار الصرف ومشاكله. مش إحنا بس في مصر اللي عندنا المشكلة دي، ساعات الرقيب المالي كده بيشعر بوحدة إنه مع مشاكله لوحده، إنما بيتشاور فيها مع رقباء ماليين آخرين.